نقطة الضعف الأخرى علي كلوف، وتمريرة أمامية، جول ثاني العنبر، مسكها الثاني العنبر ولكن لم تكن موفقة. الغنام بتمريرة للعالة، برافو يا زوري، برافو يا زوري، هناك لسول الكوري، تمريرة عرضية أمامية، ظهير أيمن لدى فريق البختكور الأوزبكي، جانبية تلعب إلى خطير القوم دائما الكسندر، فنان في المرور بكرة عرضية هي إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. هي الكرة عن طريق زين الدين تاجنييف، من جدف في كرة ولكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. ويبحث عن مرمى محمد الدعيع الذي يعد بحماية العرين بالقبضتين يخلص للأمام. تعود من جديد لمصلحة الفريق الأوزبكي، بحث عن تمريرة، هناك التايب دكتور الوسط يمرر بوصفة طبية جميلة، هناك فيل هامسون اللاعب السويدي الفنان بمحاولة المرور. ذكريات مونديال ألمانيا يا سويدي هذه، ذكريات مونديال ألمانيا سويدي هذه، ذكريات مونديال ألمانيا سويدي هذه. عرضية صويلح من جديد، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أول في المرور، في الثانية بتمريرة جميلة هناك إلى الفتى السويدي، هناك إلى فيل هامسون، فيل هامسون يحاول المرور، يحاول التوغل، تابع المهارة، تابع ذكريات المونديال، كرة مخادعة ولكن تحية الجمهور تحضر لهذا اللاعب. شو تبقى أكثر من كرة، أكثر من كذا كرة يا آسيا، يا الله يا الله يا الله، يجب أن تعاد هذه المباراة لتسعين دقيقة أخرى. بحثا عن الرأسية القادمة، كرة تمرر، تهيأ، تجهز، الصوالح، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ما كنت أشاهد أن محمد الشلهوب هو القادم لتشكيلة الفريق، ما فيها راية، ما فيها راية، ما فيها أوفسايد، خلصها يا الكوري، خلصها يا الكوري، خلصها يا الكوري، بتمريرة بعرضية، بتسديدة، مرور من الناحية اليسرى، عرضية قادمة تتهيأ بتسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. نفذ الكرة براحتك، والدعيع براحته يبعد، والدعيع براحته يتابع، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. إذا ما تبقى هو دقيقتين والهلال في الطريق الصحيح. الأولى مثل الشوط الأول حافظها الظاهر، الشلهوب في المرور والتقدم ثالث، هذه باليمين يا صويلح، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، واحدة باليسار من جديد، الخفران يمرر للشلهوب، الولد الموهوب، واحد اثنين، فرصة مواتية، جول جول جول، يا الله، من اللي ما سجل؟ من اللي ما سجل يا أبو فيصل؟ من اللي ما سجل يا أبو فيصل؟ البدلاء يبحثون عن التسجيل، الهلال إلى هذه اللحظة أفضل وأفضل. تقدم من الناحية اليسرى محمد الشلهوب الابن الباربل، يا الله يا الله يا الله يا الله، صغير القامة يتلاعب بالفراعنة الطوال، صغير القامة يتلاعب بالفراعنة الطوال، صغير القامة يتلاعب بمن هم أكبر منه طولا.